محل باب للحيوانة دي. حاضر. ها؟ ايه رأيك في قفص القرود اللي انا عامله لك مخصوص ده؟ ده انا عامله لك خصوصي من حبي ليكي. وعلى فكرة انا مش ضد الخيانة، بالعكس ساعات بتعاطف مع اللي بيقع فيها. احنا بشر كلنا بنضعف، بس انا بكره الكذب، ما بحبوش خالص. عارفة ليه؟ الخيانة ممكن تحصل من غير إرادة الإنسان، لكن الكذب بيبقى مقصود. مفيش حد بيكذب على حد تاني غصب عنه. انت مش بس كذبتي عليا، انت خليتيني احس ان لسه في بشر على وش الارض ممكن يضحك على ام جهاد، ممكن يخدعني ما يخلينيش اشوفه على حقيقته. ودي غلطه كبيره قوي في حقي. ها؟ غلطه ما ينفعش اغفرها وما احبش افتكرها ابدا. انت ولا حاجه على فكره، ولا حاجه. خلاص شوية فرن محميين محميين في قنابل. اخلصي! انت لو ما لقيتش الحاجات دي كلها يداس عليكم بالجزم. اخلصي! او حتة عيلة صغيرة يا مجاهد ما بتعرفش تذبح ولا تقتل زيك. عرفت تضحك عليكي. تخيلي عرفتي قد ايه يا مجاهد انكم تافهين. عرفتي قد ايه انتوا تافهين تافهين تافهين. خلاص خلاصي. ام العز بتحول الديوان القضاء والمظالم، وانا هكلم القاضي بنفسي. وبعتوا هاتوا لي ابنها من المستشفى سيف، مش كده؟ يا حرام، لا اب ولا ام، ومحتاج للرعايه طبعا. انتي ما اكلتيش ليه يا حلوه؟ ما اكلتيش ليه يا روح الروح؟ لازم تاكلي، لازم تاكلي كويس عشان صحتك تبقى كويسه، عشان تستحمل الاعدام.